أود الإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الجزائر لبناء نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع الاقتصاد وخلق الثروات وتحرير روح المبادرة. وبفضل هذه الجهود حققت بلاد الجزائر ارتفاعاً ملموساً للناتج الداخلي الخام خلال السنتين الأخيرتين، بما مكن من تعزيز المكاسب الاجتماعية ودعم الاستثمار وتمويل تطوير البنية التحتية القاعدية. وفي صلب هذه الإصلاحات تم إصدار منظومة قانونية وتنظيمية جديدة للاستثمار تتضمن العديد من المزايا والتحفيزات، وتكرس الاستقرار القانوني والشفافية والمواساة بين المستثمر الأجنبي والوطني. كما كرست هذه الإصلاحات نظاماً جديداً لمنح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار وفق مقاربة اقتصادية شفافة، فضلاً عن مراجعة شاملة للقانون النقدي والمصرفي وتنويع العروض التمويلية وفتح وكالات للبنوك الجزائرية في الخارج لا سيما في القارة الأفريقية. وعلى الصعيد الاجتماعي تعمل الدولة باستمرار على تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن من الوصول إلى خدمات نوعية في جميع المجالات. وقد سمحت هذه المقاربة المتوازنة بالتوفيق بين متطلبات التنمية وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة، وهو ما جعل الجزائر تحتل مكانة رائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قارتنا.